اسمحوا لي أرحب بضيفي سيادة اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير الأسبق ورئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق. مساء الخير وأهلا بك يا فندم. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني خلينا نبدأ من الاهتمام والدعم الرئاسي غير المسبوق لتعمير ولتنمية سيناء. شايف هذا الاهتمام الرئاسي ودلالته إيه؟ هو حضرتك طبعا تنمية وتعمير سيناء اتأخروا شوية، كان طبعا مفروض من فترة كبيرة جدا كان بدأ هذا التعمير بهذه الدفعة القوية للنقادة السياسية اللي هي بتتعمل حاليا، لكن في الحقيقة يعني احنا تداركنا هذا الأمر والحمد لله. يعني حوالي 7 سنين اللي فاتوا دول حصل تنمية شاملة سواء في سيناء، في محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، سواء على المستوى الخدمي، لأن التنمية زي ما حضرتك عارفة بتنقسم لشقين: شق خدمي بيرفع من جودة الحياة بالنسبة للمواطن، وشق اقتصادي واجتماعي بيرفع مستوى معيشة المواطن بصفة عامة. فطبعا في دعم غير مسبوق للمشروعات، سواء كانت جميع المناحي بقى، سواء كانت زراعية، صناعية، تعليمية، سياحية، في جميع المجالات. ده كان في حضرتك فترة برضو كانت المشكلة هي عزوف المستثمرين عن التنمية أو مشروعات في سيناء بصفة عامة. يعني كانت الدولة بقى لها فترة كبيرة جدا بتعمل بنية أساسية في سيناء لكن ما فيش مشروعات. فبصراحة كان في لينا رؤية في جهاز التعمير من فترة كبيرة، يعني إن يعني كان لازم الدولة تبقى هي قاطرة التنمية في سيناء عشان تشجع المستثمرين إن هم يروحوا وراها للتنمية والتعمير في سيناء. وفعلا يعني القيادة السياسية كان ليها هذا التوجه وهذه الرؤية، ودفعت بأجهزة الدولة كلها والقوات المسلحة معاهم، وعملوا نهضة شاملة غير مسبوقة في سيناء الحقيقة. طب احنا بنشوف فعلا انه الرئيس بيتابع بنفسه يعني كل المشروعات القومية الحقيقة عن قرب، بما فيها المشروعات القومية الخاصة بتنمية سيناء. لأي مدى هذا الاهتمام الرئاسي والمتابعة القريبة جدا والدقيقة جدا، لأي مدى ده خلينا نقول ايه بيسهل في عملية التنمية في سيناء، بيسرع كمان من عجلة او دوران هذه المشروعات؟ هو زي ما حضرتك عارفة برضو احنا عشنا فترة كبيرة جدا من حياتنا في الدولة المصرية في بيروقراطية جامدة جدا كانت موجودة. يعني الحقيقة البيروقراطية دي كان لازم تتكسر بالمتابعة الشديدة من أعلى مستوى، وده فعلا ده اللي بيتم دلوقتي. يعني متابعة القيادة السياسية لجميع المشروعات اللي بتتم في الدولة سواء في سيناء أو في أي منطقة من مناطق الجمهورية بيدي دفعة كبيرة جدا، وبيكسر روتينيات كتير جدا كنا تعودنا عليها من زمان في الجهاز الإداري للدولة. وطبعا لما بيحصل الكلام ده من أعلى مستوى في الدولة فبينتقل تدريجيا إلى جميع مستويات الإدارة في كل أنحاء مصر، وبالتالي فده برضو أيضا بينعكس على سيناء. طبعا.